أهلا ومرحبا بكل أعضاء ومتابعي فرعنا الطلابي اس بي ستودنت بصرة شابتر. اليوم المحاضرة بعنوان بلاج اند اباندونمنت، سيقدمها المهندس محمود. هو باحث مساعد في جامعة وايومينغ بالولايات المتحدة الأمريكية، عنده 8 سنوات من الخبرة الحقيقية كمشرف على الحفارات ومهندس حفر في مشروعات تنقيب البحرية والبرية. عمل الأستاذ محمود مع عدة شركات عالمية منها الدي اي اي والإيمي والبي بي وغيرها من الشركات. أهلا وسهلا أستاذ محمود، إذا تفضل. أهلا بحضرتك، أهلا بحضراتكم جميعا، متشكر جدا للحضور، وإن شاء الله نحاول تبقى يعني نماكسمايز البينيفيتس إن شاء الله. وعشان نعمل كده فهنخليها يعني محاضرة تفاعلية، هيكون في طبعا وقت في الآخر للأسئلة، ولكن أنا عاوز إن إحنا من يعني من إيه ما ننامش من بعض، يعني عشان كده نخليها ايه انتراكتيف كده، على قد ما نقدر ناخد اسئله في النص عشان كلنا نبقى مركزين. ببساطه شديده احنا هنتكلم عن البي اند اي، هنبدا بانترودكشن ليه بنعمل بي اند اي، بعدين هنقول واحنا بنديزاين البي اند اي او بنصممه وانا بعمل بقفل البير في نهايه عمره، ايه المطلوب العام اللي انا محتاجه عموما، وبعدين اعمل ده ازاي، هناخده بالتفصيل. فهندخل في عدد الحواجز او الباريرز المطلوبه كحد ادنى، ايه الماتيريال او خواص الماده اللي المفروض تتعمل منها، وايه بيعتبر بيرمننت بارير وايه ما بيعتبرش بيرمننت بارير. من ضمن التصميم او من ضمن طريقه اختياري وتنفيذي او وتخطيطي للبي اند اي او وانا بقفل بيه في نهايه عمره، محتاج اعرف احط البارير ده فين، وايه الريكويرمنتس المطلوبه من حيث اللينس بتاعه هيبقى طوله قد ايه. وبعدين هيبقى عندي حالات، حاله لو انا معايا اوبن هول يعني معايا هول مش معمول لها كيسنج ولا سمنتنج، وفي حالة لو انا معايا كيس ده هول، وهنعرف ايه الفيريفايد بارير وايه وازاي نعمل له فيريفيكيشن، وايه الفرق بين فيريفايد بارير وان فيريفايد بارير، ان الحاجز ده او المانع ده نتأكد من سلامته وان هو in good shape وإن هو integrity مظبوطة، أو إن هو مش مظبوط، وإزاي نعمل كده. حاجة تانية، لو في أي أسئلة يعني حضراتكم ممكن تبقى تعمل raise hand أو تكتب السؤال في الشات وإحنا نحاول نجاوبه وإحنا ماشيين. لو الصوت مش واضح، بتكلم بطيء، بتكلم سريع، بتكلم عربي عايزين إنجليزي، بتكلم إنجليزي عايزين عربي، اي تفصيله محتاجين نعدلها اتمنى الفيدباك يعني يكون سريع عشان نقدر نعدلها على طول. احنا نعتبرونا قاعدين نتكلم مع بعض في الجامعه، اصدقاء قاعدين نتكلم، فخلوها بهذا الشكل، ما تخلوش يعني ما تبقاش عاوز تسال حاجه او في حاجه مضايقاك الصوت مش واضح وانت بتتحرك تقول لا قول عشان نعدلها على طول ان شاء الله. نبدا في الاول، البي اند اي عموما ليه بعمل بي اند اي في نهايه اي عمر اي بير، لما بيحصل له ندوب بيخلص بيستنفذ، او ان هو ما عادش ايكونوميكال، بقيت اللي بطلعه منه وبيعه الغاز او الزيت اللي ببيعه منه اقل من تكلفه تشغيله، لو انا مشغله لو انا بعمل له صيانه كل شهر شهرين، لو انا شغال ارتفيشال ليفت مثلا فشغال اي اس بي او بامب كهربائيه غاطسه فبستخدم لها كهرباء وصيانه، لو انا بستخدم سكر روت فبستخدم كهرباء او انرجي ان انا استخرج الزيت ده، فلو التكلفه بتاعته اقل من اللي انا بجيبه منه، فلو الحقل كله نفس الكيس او ان هو نضب نفذ نهائيا وما عادش
ينفعش في حاجه اقدر اريكفر اخدها منه. ففي الحاله دي بنقول عايزين نقفل البير. بس عشان نقفل البير في الحاله دي بيكون في متطلبات، ويجب ان تكون متطلبات ستريكت، لا يجب ان تكون متطلبات حازمه. ليه حازمه؟ لان انت لما تسيب الحقل وتمشي، او لو احنا مثلا زي العراق معانا بارتنرز، او زي مصر معانا بارتنرز، او زي امريكا اصحاب الحقول او اصحاب الابار اشخاص، فبعد ما تقفل البير وينتهي التعاقد، البير هيبقى مع، مش هيبقى في حد مسؤول عن البير. وفي الحاله دي بنسميه اورفن ويل، في امريكا بتسمى اورفن ويل، يعني هو بير يتيم ما عادش عارفين له صحاب. فلو ما كانش في بي اند ايه ريجوليشنز حازمه وواضحه وصريحه، واحنا عارفين ازاي هنقفل البير في نهايه عمره، هيحصل مشاكل بعد كده، ومش هنلاقي حد لا يصلحها ولا حتى يتحمل مسؤوليه هذه المشاكل. يعني لو حصل بعد كده تسريب لاي سبب من بير قديم اتقفل، وما اتقفلش بالطريقه الصح اللي احنا هنعرفها في المحاضره دي، ساعتها مش هنبقى عارفين. لو البارتنر بتاعي خلص الاتفاقيه، مش هعرف اجيب الشريك اقول له تعالى صلح الغلط لانه مشي خلاص. فالرولز دي اللي احنا هنتعلمها النهارده وهنشوفها ونناقشها مع بعض، لازم تبقى في دماغنا ولازم تبقى حاضره لاصحاب الارض او اصحاب الحكومه. اكشلي لازم تبقى واضحه ومفهومه انا ليه بعملها وبعملها ازاي، عشان ما يحصلش تفاقمات بيئية وصح وسلامة safety issues، ومش هلاقي حد زي ما اتفقنا، مش هلاقي حد accountable، مش هلاقي حد ياخد مسؤولية تصحيح هذه الأخطاء، لأن أنا ما كنتش عامل في الأول بي أند إيه proper بي أند إيه procedure، ما كنتش عامل rules سليمة لهجر البير هجر دائم. طيب عندي في البداية مصطلحين للهجر، أو طريق، مش طريقتين، غرضين من الهجر. إما غرض دائم بهجر البير بشكل دائم مش ناوي أرجع له خالص، أو بهجره مؤقت، ولكن مؤقت على أمل إن يحصل مثلا technological advancement، حاجة في التكنولوجيا تتغير فتخليني أقدر ارجع تاني للبير اللي نضب ده اللي خلص، او البير اللي ما عادش ايكونوميكال واقدر اشتغل منه تاني، اخد منه تاني. فالحالتين، حاله انا مش ناوي ارجع خالص، مش دماغي خالص ان ارجع، هجر دائم، والهجر التاني هجر مؤقت. في اقل من دول الهجر المؤقت برضو، ولكن بنسميه شورت تيرم. مثلا عندك مشكله في البي او بي، فبتقفل البير، لازم تعمل بروبر ايزوليشن للبير عشان تشتغل في البي او بي لو انا معايا اوبن هول، او البريمه الكونتراكت بتاعها خلص، او انا هغير البريمه في نص البير لاي سبب. طبعا الحالات دي حالات نادره، بس ده بيكون برضو بعمل دي اند ايه بشكل مؤقت، ولكن بيكون شورت تيرم. لو انا عندي مشكله في التمويل، لو انا عندي اي مشكله مانجيريال بروبلم، البلد حاله طوارئ فمحتاج اعمل سسبنشن اوبريشن، فلازم اعمل سسبنشن اوبريشن بشكل امن. ازاي اعمله؟ بنفولو نفس الرولز دي، ولكن مش هنناقش ده في المحاضره دي. احنا دلوقتي بنتكلم عن الهجر في حاله ان انا بهجره في حاله نضوب المكمن، او انه ما عادش اتصال. عشان افرق بين الحل بين امتى بسميه بيرمننت، وامتى بسميه تمبرري، امتى بسميه دائم هجر دائم، وامتى بسميه هجر مؤقت، نتعرف على الفيزز بتاعت الهجر. في ثلاثة فيزز أو ستيجز، أو نسميهم مستويات للهجر. ومحتاجين برضو نعرف وإحنا بنتكلم إن دي مش أبسوليوت، أو مش قواعد مطلقة. يعني ممكن شركة أو حكومة أو بلد تقسمها تقسيم تاني. ليتر اون هنقول مثلا اللينس، محتاجين احنا محتاجين مينيموم حد أدنى قد كده في طول الحاجز. ممكن شركة تانية تقول لا أنا عايز أكتر من كده بشوية،
ولكن اللي احنا عايزين، عشان كده اللي احنا عايزين نطلع منه من المحاضرة دي، نفهم أولاً ليه الفيزيكال مينينج، الانجينيرينج مينينج بتاع انت ليه حطيته هنا مثلاً، ليه اخترته هنا، ليه اخترت 2 أو 3 أو 4، ليه ليه يعني احنا عايزين نعرف المعنى، مش عايزين نعرف العدد كعدد أو الرقم كرقم، لأن ده ممكن يتغير. فلو فهمنا ليه احنا اصلا ممكن احنا نقول رأينا ونقدر نغيره لو انا في شركة او في government. فمثلا الفيزز دي ممكن تلاقي شركة ما بتقسمهاش فيزز، ولكن ده الغالب يعني اللي انا هعرضه النهاردة ده most of the guidelines بتفولو the same اللي احنا هنعرضه النهاردة. طب ايه الفيزز دي؟ طيب عشان اهجر بداية، عشان اهجر البير، فانا عايز استرجع الحاله الاوليه للبير قبل الحفر. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا عارفين احنا في لما بنبدا حفر بيكون معايا، خليني اجيب لما ابدا حفر بيكون عندي الريزرفوار، برضو بنتكلم جنرال او البيسك، اكيد الموضوع متغير بيكون متغير في حاجات كتير. بيكون عندي سيل، المكمن يتكون من ايه؟ من قلنا من 3 حاجات في البدايه، يبقى عندي سورس روك اللي هيتم تكوين الهيدروكربون او الاويل اند جاس فيه، وعندي بيرميبل فورميشن تسمح بهجره الهيدروكربون ده لحد ما يجي للمكمن بتاعي او الريزرفوار، اللي لازم يكون عنده مسامية عشان يبقى فيه ياخد حجم، وكونكتد عشان يبقى او في بيرمابيليتي عشان يسمح للزيت والغاز ده ان هو يتم انتاج. طب ايه الشرط؟ الشرط الثالث ان يبقى عندي سيل، حاجز يحجز لي الاويل اند جاز ده من انه يهرب للسيرفس. فده كده يبقى ريزرفوار. يبقى انا قبل ما ادخل البير، قبل ما ادخل احفر البير، كان في عندي سيل عامل لي ايزوليشن، عامل لي عزل تام للهيدروكربون اللي تحت انه ما يطلعش فوق، سواء يطلع للسيرفس او يطلع للووتر لايرز اللي فوقيه او الهيدروكربون لايرز اللي فوقيه، سواء هنا او هنا. قبل ما وبعدين جيت انا احفر، قمت داخل كده حفر البير بتاعي ومنزل الكيسنج وانتك. طيب انا عايز اطلع دلوقتي، عايز اعمل هجر لهذا البير، لازم ارستور اعمل استعاده للحاله الاوليه للبير قبل ما احفره. يعني ايه استعاده؟ يعني انا هنا عملت حفرة هنا في السيل ده اللي هو كان غير منفذ اصلا، هو كان بيمنع هروب اي هيدروكربون للطبقات اللي فوقيها او للسطح. وهنا انا حفرت دي، انا محتاج اعمل استعاده للسيل ده، استعاده للعزل ده، محتاج اصلح اللي انا حفرته. طب بنعمل كده ازاي؟ نبدأ في البداية، ده بس كانت مقدمة عشان نقول يعني إيه الفيزز. هنا عندي الويل هيد اللي أنا بستخدمه، مجموعة محابس أو فالفز بستخدمهم في عملية الإنتاج بتاعتي. طيب الفيزز بتاعتي، اول فيز الابندنت فيز الاولى، ان انا اعمل عزل للخزان، استعاده الحاله الاولانيه للمكمن اللي هو الريزرفوار بتاعي اللي هو المين تارجت، اللي هو يعتبر اهم حاجه هو الهيدروكربون بيرنج. وهو يعتبر هو اساس الخطر، لانه هو اكبر بريشر في العادي، في الغالب هو اعلى بريشر عندي وهو الخطر الاهم بالنسبه لي. فانا بعمل استعادة للسيل ده أو عزل تام للريزرفوار، وده بنسميها abandonment phase رقم 1 أو
مرحلة العزل الأولانية أو مرحلة الهجرة الأولانية. زي ما قلنا هنا ممكن يبقى عندي water high pressure at high pressure أو عندي oil and gas تانية layers تانية من oil and gas في النص، مش في يعني مش الخزان الرئيسي. أنا محتاج في الفيز التانية دي بيتم فيها إعادة السيل ده أو إعادة عزل الطبقة دي. الطبقة دي بنسميها سواء دي أو دي بنسميها الـ inflow potential formation، الطبقة اللي فيها احتمالية إنتاج أو احتمالية إنها تعمل لي مشكلة، احتمالية إنها تطلع لي فلويد هنا، وده اللي أنا مش عاوزه بعد كده، إن هو يحصل لي أي مشكلة في الكيسنج فتحصل أو في الويل هيد فيحصل ليكج هنا على السيرفيس فتحصل لي مشكلة، سواء حريق سواء تسمم سواء انفايرومنتال حاجة تحصل للبيئية. ده اللي أنا بحاول أمنعه. احنا قلنا الحالة الأولى أو الستيب الأولى إن أنا بسكيور الريزرفوار أو بعمل أباندمنت للريزرفوار، بعمل أباندمنت لل أو أيزوليشن لكل الانترميديت انفلو بوتنشال فورميشنز أو فلو بوتنشال فورميشنز. اي طبقه وسيطه هنا بعمل لها عزل، دي بنسميها او بنكاتيجرايز ات از ان هي الابوندنت فيز رقم 2. الابوندنت فيز الثالثه دي اللي بنعمل فيها هجر او قطع للويل هيد، وبنعمل هنا بلاج برضو انفيرمنتال بلاج، وبنعيد السيرفيس الى ما كان عليه. لو انا في الزراعه هيبقى هعيده قابل للزراعه تاني، يعني هقطع الويل هيد واعمل احلال للتربه واسلمها للمزارع قابله للزراعه. دي كده في الحاله الثانيه. لو انا اوف شور يبقى ليها يعني في الابار البحريه بيبقى ليها متطلبات مختلفه شويه، ولكن بنفس الشكل ان انا بحاول ارجع البيئه عند على السطح الى اقرب ما تكون لما كانت عليه قبل ما ناجي. فلو انا في البحر الويل هيد مش هقطعه اكيد، ولكن هعمل زي بروتكشن كيج كده، حاجه كده قفص حديدي كده عشان احمي الاسماك واخليها ما تعملش مشاكل لشباك الصيد للصيادين لما لو هم بيصطادوا في المنطقه دي. بحاول اقربها على قد ما تقدر على قد ما اقدر لما كانت عليه قبل ما انا أدخل على البيئة. طيب هل الصوت واضح؟ هل في حاجة محتاجة أعدلها عشان ما أكونش بتكلم وأنتم مش سامعيني؟ ممكن حد يأكد إن الصوت أي نعم أستاذ، الصوت زين أستاذ. شكراً جزيلاً. حبيبي. طيب يبقى عرفنا الفيز. الابوندمنت فيز واحد اللي انا بعمل فيها ابوندمنت ريزرفوار، الفيز الثانيه بعمل فيها ابوندمنت لاي طبقه حامله للهيدروكربون او هاي بريشر فورميشن، اي طبقه ممكن تعمل لي مشكله انترميديت او وسيطه هنا. وبعدين الابوندمنت فيز الثالثه بعمل هجر للويل هيد. طيب عشان افرق بين البيرمننت والتمبراري، البيرمننت ابوندمنت بعمل بنفذ الثلاث مراحل. يبقى بعزل الريزرفوار، بعزل كل الطبقات الوسيطه الحامله او اللي فيها احتماليه سريان، اي طبقه حامله للهيدروكربون او حامله هاي بريشر ممكن تعمل لي مشكله، وبعمل ابوندمنت للويل هيد عند السيرفيس. في الحاله دي ده بيرمننت، ده هجر، ده هجر مؤقت. قلنا كل ده يفرق عن شورت تيرم ابوندمنت لاي حاجه، تغيير برغيمه، تصليح برغيمه، ده مش موضوع كلامنا دلوقتي. كلامنا دلوقتي في حاله هروب الخزان او ان هو ما بقاش اتصال. التمبراري ابوندمنت بعمل هجر او ايزوليشن للريزرفوار ولكل الفلو بوتنشال فورميشنز، انترميديت فلو بوتنشال فورميشن، اي طبقة وسيطة حاملة للهيدروكربون أو طبقات ذات ضغط عالي، ولكن ما بعملش حاجة في الويل هيد. في الحالة دي بتديني سماحية أكتر أو سهولة أكتر
لما اجي ادخل على البير مره تانية في حاله رغبتي ان ادخل على البير في مره تانية. ممكن يحصل زي ما قلنا حاجه في التكنولوجيا جديده تخلي المخزون الغير اقتصادي ده بقى اقتصادي، فيبقى عندي البير يمكن اعاده استخدامه في حاله temporary appointment نسميها، اللي هو ريوزبل او اقدر ادخل عليه تاني واستخدمه تاني. طيب احنا قلنا في الاول ان انا عايز اعيد الغرض من الهجر، من عمليه الهجر اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، ان انا اعيد الحاله الاولى اللي انا دخلت قبل ما احفر البير عليها. يعني كان في، قلنا كان في خزان وكان في طبقه عازله سيل كابروك عازله لي الهيدروكربون ده من انه يطلع على السيرفس. طب انا عايز اريستور الحاله دي، اعيد بناء هذه الحاله، اعيد عزل هذه الطبقه يعني بشكل دائم واتاكد ان انا عامل كده. ده موضوع المحاضره النهارده. هنعمل كده لازم يبقى فيه شروط. الشروط بتاعتنا عندنا عدد مينيمم، عدد ادنى من الـ من الـ من الباريرز، عدد ادنى من الحواجز لازم احطه، مواد معينه، مواد معينه لازم تبقى متوفره في البلوج اللي انا هحطها دي، وتكون البلوج دي عندها فيها لينس ريكويرمنت، عن في طول معين محدد للبلوج دي لازم يكون، ومكانها نفسه لازم اختاره بعنايه. هنعرف ازاي دلوقتي. بدايه من الماتيريال، من الماده المستخدمه، الماده المستخدمه لازم تكون تستحمل الحراره اللي هتتعرض ليها بعد، تستخدم الضغط، تحمل الضغط اقصى ضغط ممكن يطلع لها من الريزرفوار اللي انا متوقعه. لازم تبقى ما يحصل لهاش deterioration، ما يحصل لهاش تآكل أو يحصل لها تصدي مثلا، ما ينفعش استخدم حاجة فيها رابر مثلا مطاط، عشان ده هيحصل له deterioration، هيتآكل أو يحصل له الكواليتي بتاعته هتقل، جودته هتقل، قدرته على إنه يبقى عازل جيد بتقل مع الوقت. كل ده ممنوع في permanent barrier بتاعي. يبقى أنا محتاج مادة لا تتآكل، تستحمل الحرارة، تستحمل الضغط، وتستحمل اللود، سواء هيتحط عليها لود، هيبقى عليها ستريسز من الفورميشن حواليها أو من الكيسنج اللي هي لازقة فيها. فاختصارا المادة الوحيدة اللي بتعمل كل ده هي الأسمنت بس. يبقى البريدج بلوج اللي هي حديد ورابر لا تعتبر permanent barrier، لا يعتبر حاجز او عازل دائم نهائيا، لا يمكن اعتبار permanent barrier، اسف البلوج باي شكل ما، اللي هي الميتال والرابر بلوج باي شكل ما يعتمد عليها كانها barrier. ليه؟ لان مع الوقت، مع الحراره، مع الضغط، الرابر والحديد، الرابر هيتآكل، وبالتالي الحديد مش هيعمل سيلينج للبريشر، مش هيعمل حجز للبريشر. فالمادة الوحيدة أو اللي زيها، لا، بنفتح القوس عشان ممكن يتم اختراع مواد تانية تكون فيها نفس خواص الأسمنت ويمكن استخدامها بنفس الشكل، ولكن في الوقت الحالي الأسمنت هو الوحيد الذي يعتبر permanent value لما يتوفر فيه الشروط اللي احنا هنقولها دلوقتي. ولكن من حيث المواد نفسها هي الاسمنت فقط as we speak دلوقتي بالتكنولوجيا الموجوده في هذا العصر. يبقى احنا قلنا الماده نفسها ليها متطلبات، وعرفنا ان الاسمنت هو الوحيد القادر على تلبيه هذه المتطلبات في الوقت الحالي. ايه تاني المتطلبات؟ يجب ان يكون الاسمنت ده in a good pond، لازق كويس جدا في الكيسنج، في القيسون، في الماسوره الحديد اللي انا حطيتها، وبدورها الماسوره دي
لازقه جدا، ان البوند بتاعها جيد جدا مع الاسمنت اللي في الكيسنج اللي في الانوليس. طبعا طبيعي ان احنا قلنا لازم جود بوند يبقى فيه اصلا اسمنت في الانوليس، والاسمنت ده عامل بوند كويس مع الروك السيل الكابروك بتاعي، السيل اللي هو اللي كان عازل لي اصلا الطبقه قبل ما نحفر. يبقى انا كده بعمل اعاده بناء للعازل ده. شايفين ايه اللي حاصل لما انا بقول ان الاسمنت يبقى لازق في الفورميشن، والاسمنت اللي هنا لازق في الكيسنج، والكيسنج هنا لازقه في الاسمنت ده، وكذلك هنا، معناها ان انا عملت اعاده بناء للعزل ده. ده له متطلبات، كل واحده من دي ليها متطلبات. يعني البوند ده يجب ان يتحقق. الاسمنت اللي في الانولس ده اللي في الفجوه دي له طول معين وله جوده معينه. يعني لو انا عامل لوج لازم يبقى الاسمنت اتليست، هنعرف دلوقتي اتليست 150 قدم جوت سيمنت بيهايند الكيسنج. وات هارت مامي الاسمنت اللي في اللي هي البلاجه نفسها اللي في الكيسنج ليها لينس معين، ليها طول معين هنقوله دلوقتي اللي هو قد ايه، اللي هو 150 قدم جوت سيمنت، بس عشان حذرا او احتياطا بنحط بلاج 500 قدم، وبالتالي بيكون الناتج في الغالب 150 قدم من ال 500 قدم دول جوت سيمنت، لان بيكون هنا في كونتامينيشن، بيكون في هنا المض بيختلط مع الاسمنت. فبنقول ان احنا لو حطينا 500 قدم بلاج بنفترض ان 150 قدم منها كويس. يبقى انا عرفت المعنى او الغرض العام من كل ده، ان اعمل اعاده بناء لهذا العازل. طيب العازل ده لما يكون الماتيريال بتاعه زي ما احنا قلنا فيها الخواص اللي احنا قلناها، ليها خواص في الطول، والاسمنت هنا له متطلبات في الطول، كل ده لازم يكون في المكان المناسب. يعني احطها هنا ولا احطها فوق شويه، احطها هنا ولا احطها تحت شويه، كل دي ليها requirements. هنتكلم في كل الحاجات دي دلوقتي بالتفصيل. طيب قلنا البلاجة ليها position requirements. position requirements اللي هو احطها فين، احط البلاجة فين. احنا قلنا عندنا محتاجة عزل كل ال flow potential formations، كل الطبقات اللي ممكن يطلع منها فلو، يطلع لي منها سوائل. يعني عندي دي لازم اعزلها زي ما قلنا، ده الريزرفوار بتاع المين ريزرفوار، ودي لازم اعزلها. في عندي نمبر ريكويرمنت، عندي متطلبات للعدد، يجب ان يتم عزل كل طبقه بحد ادنى عازلين، حد ادنى تو باريرز، لازم كل طبقه تتعزل بعدد اثنين باريرز، بعدد اثنين. يعني بلاجة اسمنت لازم كل طبقة تتعزل بعدد اثنين بلاجة اسمنت. ليه؟ عشان سيفتي، عشان لو دي حصل لها اي مشكلة يبقى انا عندي بلاجة تانية، فبقلل امكانية، بقلل البوتنشال ان يطلع الهيدرو كربون على السيرفس، بقلل احتمالية حدوث الخطأ بان انا بحط بدل الحاجز اثنين، وده الحد الأدنى لكل طبقة حامية. طيب أحطها فين؟ وزي ما احنا هنشوف، شايفين دلوقتي احنا عندنا طبقتين وأنا مستخدم بس ثلاث بلاجات، هنشوف ازاي وهنشوف ليه دلوقتي. طيب أحطها فين؟ زومبي لازم تكون البلاجة أعلى من أعلى نقطة يمكن خروج سائل منه. يعني دي اعلى نقطه، لازم البلاجه تبقى اعلى، لازم البلاج ده، البلاجه دي، البارير دي تتحط اعلى من اعلى نقطه في الريزرفوار، او اعلى نقطه في الفلو بوتنشال فورميشن. طيب
ممكن حد يقول لي طب ما انا هحط هنا يا عمي واحط كل ده اسمك، حط بس لا تعتبر، لا يعتبر حاجز الا بدايه من اعلى نقطه. طيب احنا قلنا الطول بتاع البلجر لازم يبقى عندي 150 قدم جوت سيمنت. طيب ولازم قلنا لازم تبقى لازقه في الكيسنج كويس، والكيسنج لازقه في الاسمنت اللي في الانلس كويس، وعندي لازم يبقى عندي 150 قدم جوت سيمنت بيهايند الكيسنج. ده البوزيشن قلنا لازم تبقى فوق اعلى نقطه من الريزرفوار او الفلو بوتنشال فورميشن. ده بعتبره برايمري بارير. احنا قلنا كل زون محتاجه عدد 2 بارير. ده بعتبره برايمري بارير لزون بي، دي هي ده الحاجز الاول لزون بي، وده الحاجز الثاني لزون بي. يعني لو ده حصل له اي مشكله وما عادش وسرب، حصل فيه تسريب، يبقى عندي ده يعتبر خط الدفاع الثاني بعد البلاجة دي. وفي نفس الوقت البلاجة دي بتعتبر هي البرايمري بارير لزون A. في نفس الوقت هي تعتبر خط دفاع ثاني لدي في حالة ان دي حصل لها اي مشكلة، دي تعتبر برايمري بارير لزون A. فكده محتاج لزون A خط دفاع تاني اللي هي البلاجة رقم 2 لزون A. يبقى A كده حققت ان انا عندي عدد 2 باريرز لزون A، وزون B حققت انها هي عندها 2 باريرز لزون B. من ناحية البوزيشن موقع البلاجة مظبوط، لان دي اعلى من اعلى نقطة potential flow هنا، ودي اعلى من اعلى نقطة هنا، والاثنين دول لزون A اعلى من اعلى نقطة هيحصل او يمكن يحصل منها flow. ده من ناحية البوزيشن موقع احط البلاجات فين، دي requirements. اللينس ريكوايرمنتس، احنا قلنا في متطلبات طول ومتطلبات موقع ومتطلبات ماتيريال و هنا دلوقتي بنقول الاسمنت نفسه يبقى طوله قد ايه، البلاجه نفسها تبقى طولها قد ايه. كل بلاجه لازم تبقى مينيمم بحد ادنى 150 متر اوف جود سيمنت. طيب هنتأكد ان احنا عندنا جود سيمنت ازاي في البلاجة؟ مش هعرف اتأكد من الطول نفسه، هنعرف ازاي نفيريفاي، هنعرف ازاي في الاخر، هنعرف ازاي بنفيريفاي نقول ان البلاجة دي مقبولة كحاجز. ولكن دلوقتي من ناحية المتطلبات الطول انا عايز 150 قدم اسمنت كويس. فـ as a rule of thumb بنحط 500 قدم بلجة. لو البلجة 500 قدم، انا ضخيصها 500 قدم ميجر ديبس، بعتبر ان في ال 500 دول عندي 150 قدم حلوين، او ده يعني دي القاعدة بتاعتي. لو هي 500 قدم فانا بعتبر ان عندي هنا شوية كونتمينيتد، شوية بايظين فوق، شوية بايظين تحت. لو انا حاطط يعني انا مش عامل ميكانيكال بارير تحتها يعني. ففرضا وقاعده كده، لو انا حاطط بلجه 500 قدم فبتحقق لي شرط الطول داخل البلجه بتاع جوه. عندي برضو في الانلس اسمنت، في الحته دي برضو فيها اسمنت. احنا قلنا احنا بنعمل ريستورنج، بنعمل اعاده بناء للعازل. احنا اتفقنا ان لازم يكون دي فضها كومبتنت روك قويه كفايه، ان اللي هي الكاب روك اللي هي تستحمل الفلو بتاع الريزرفوار او الفلو بوتنشال فورميشن اللي تحتها.
يبقى أنا بحاول أعيد بناء هذا العازل. فعندي أسمنت جوه، قلنا إيه المتطلبات بتاع الكود بتاعته، عندي أسمنت في الكيسنج. ففي الكيسنج برضه لازم يبقى عندي 150 أدم كحد أدنى جود سيمنت في الكيسنج. مش لازم يبقوا متصلين، يعني مش لازم ال 150 أدم بتوع الكيسنج دول بتوع الأسمنت اللي في الأنلس دول يبقوا كلهم ورا بعض، لا. لو عندي هنا 50 وعندي هنا 50 أدم وعندي هنا 50 أدم، ما عنديش مشكلة، مقبولة بالنسبة لي. يبقى أهم حاجة يبقى عندي توتال 150 أدم جود سيمنت بيهايند الكيسنج. هنعرف يعني إيه جود سيمنت دلوقتي ليتر أون، هنعرف إزاي نتأكد إن هو جود سيمنت. طب لو أنا ما عنديش لوج، إيه البديل؟ هنعرف دلوقتي. يبقى عرفنا متطلبات الطول 150 أدم في بلجة جوه، وفي الغالب أو في العادي أو كقاعدة بنحط بلجة 500 أدم، وده بيطلع لنا مورزن 150 أدم أسمنت كويس في البلجة. الكيسنج قصادها لازم يكون فيها جود سيمنت. طب لو مفيش فيها جود سيمنت، لو الكيسنج دي أنا عامل لوج وعارف إن أنا الأسمنت أصلا حصل لي لوسز وأنا بعمل سيمنت جوب، والتوب في سيمنت اصلا مش ما عنديش اصلا اسمنت جود سيمنت، انا عندي كله 20 و30%، ما عنديش اسمنت جود سيمنت. لازم اعمل ريميديال وورك، لازم سواء على حسب البوليسيز، في شركات بتقطع الكيسنج، تقطع التو سترينجز وتسيب سترينج وتعمل له ريميديال، في شركات بتخرم كل الكيسنج وتعيد ضخ اسمنت فيه عشان تتاكد ان عندي 150 ادم من الاسمنت الجيد ورا الكيسنج. يبقى أنا لازم أتأكد من، لو ما تأكدتش من كده، لو عملت زي ما قلنا، لو أهملت في هذه النقطة، أو أنا كشركة أو كحكومة ما عنديش هذه القواعد والأسس، هيحصل لي مضاعفات مستقبلية، وأنا كصاحب للأرض أنا اللي هكون مسؤول لأن شريكي هيكون مش. فأنا لازم لو ما عنديش الرولز دي او الريجليشنز دي لازم اعملها دلوقتي. لازم اقول في الاتفاقيه في الاجريمنت بتاعتي، واحنا قبل ما نحفر احنا هنحفر، ولما نيجي نتخلى او نهجر هنهجر بالشكل الفلاني، لازم يبقى عندي كذا وكذا 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 من حيث الطول ومن حيث العدد ومن حيث الاسمنت كواليتي. ده بيحميني انا كصاحب اولا، بيحمي الريبيتيشن بتاع الشركه الاوبريتور. انا لو اي شركه مش عايز خالص يكون على اسمي مشكله بيئيه او مشكله فيها سلامه وصحه مهنيه، وانا كحكومه مش عايز اتحمل المشاكل المبنيه على ان ما يكونش حد مسؤول، فانا في الحاله دي هكون انا المسؤول، فانا مش عايز اعمل كده. فإن يكون في رولز دي موجودة هتتجنبني كل ده، هتجنبني الإضرار بسمعتي وهتجنبني تعقيدات كبيرة جدا في المستقبل. فيبقى الطول لينس ريكويرمنت، متطلبات الطول قلنا 150 أدم هنا و150 أدم هنا. لو ما عنديش جود سيمنت بخرم، بعمل ريميديال جوب، وده موضوع تاني، ده ورك اوفر اوبريشن، بخرم الكيسنج واعمل سكويز سيمنت، اعمل اضخ اسمنت لحد ما احقق ان انا عندي 150 ادم اوف جود سيمنت في هاند الكيس. ده من حيث اللينس. طيب الاوبن هول، احنا اتكلمنا على الكيسنج، على الكيس هول. الاوبن هول ريكويرمنت، عندي زون هنا ده الريزرفوار بتاعي. على قد ما اقدر احط التو باريرز، احنا قلنا دلوقتي مينيمم حد ادنى، عرفنا ان لازم حد ادنى 2 حاجزين، وعرفنا الطول، وعرفنا لازم يكون اسمنت وراهم في الكيسنج، وعرفنا ان الكيسنج ان لازم يكون في جود بوند بين الاسمنت والكيسنج والاسمنت والكيسنج كمان. في الاوبن هول لو اقدر احطهم في الكيس بهول، احطهم في الكيس بهول، هو ده الاصح. امتى ما اقدرش احطهم في الكيس بهول؟ لو انا هيطلع لي
هيدروكربون هنا at high pressure هيكسر الشو. احنا قلنا ان كل اللي انا بعمله من حيث المبدأ العام ان انا بحاول اعيد بناء الحاجز تاني، اعيد بناء عزل هذه الطبقة. طيب لو عندي open hole ما فيهاش casing والشو ده يقدر يستحمل البريشر بتاع الهيدروكربون من هنا، فيفضل والريكومنديشنز ان انا احط التو باريرز في الكيس. طب لو البريشر اللي هيطلع من هنا ده هيكسر لي هنا، لو هيكسر هنا يبقى انا ما بعملش حاجه، يبقى انا ما حققتش الهدف من البي ان دي اوبريشن. هيكسر هنا ويبدا يطلع لي يا اما من بين الكيسنج يا اما من ورا الكيسنج ويطلع للسيرفس او يطلع لطبقات ثانيه، انا مش عايزه يطلع لطبقات ثانيه. يبقى الشو ده لازم يبقى قوي كفايه انه يتحمل البريشر ده. لو الشرط ده متحقق انا هحط يفضل ان انا احط التو باريرز في الكيس ده بكل الشروط اللي قلناها، اللينس والبوزيشن وكل حاجه كده. في الحاله دي انا عامل جود بي اند اي، عامل هجر جيد للطبقه دي. طبعا بعد ما اعمل فيريفيكيشن هنعرف ازاي هاو تو فيريفاي الباريرز. الاوبن هو ريكويرمنتس هنا شايفين هنا الاختلاف ايه بين دي ودي، بين دي ودي. دي الشو هنا يقدر يستحمل الفورميشن، الصخور دي تقدر تستحمل البريشر فحطيتها في الكيسنج. في الحاله دي عندي insufficient fracture strength عند الشو. لو ما حطيتش البلاجز دي هنا البريشر اللي هيطلع لي من هنا في حاله اي دامج او ليكج يحصل في البلاجات دي، او لا اسف اي البريشر من هنا اللي هيطلع لو دول مش موجودين هيكسر لي دول. فلو انا حطيته هنا هتبقى زي قلتها زي الكيس اللي احنا قلناها في السلايد الاولاني. فبالتالي لازم احط البلاجز تحت الحته الضعيفه دي، يبقى احط التو باريرز بتوعي في الاوبن هول تحت الحته الضعيفه دي. الفكره زي ما احنا قلنا المبدا العام بتاعي ان انا بحاول اعيد بناء العزل تاني. فكده لو حصل لو البارير ده ما عملش هولد الصخور دي قادره انها تستحمل، فالبلاد دي هتكون شغاله معايا. الشو هنا قادر يستحمل البريشر ده، وطبعا الاسمنت قادر يستحمل، فيبقى انا كده جود باري. لو دول مش موجودين الهيدروكربون هيطلع من هنا كده يكسر لي الشو ويعمل لي ليكج للسيرفيس، ويبقى اي حاجه هنا زي عدم. يبقى ده زي ما احنا قلنا انا عايز تو عدد اثنين باريرز لكل low potential formation، وبحط دي هنا safety كزيادة تأكيد، ولكن هي مش required. دي additional، وزي ما احنا قلنا كل الباريرز يجب ان يتم ان يكون فيها ال length requirements، ال position requirements، ال number requirements. دي حالة تانية لو أنا عندي طبقتين فيهم flow potentiality، عندي احتمالية flow من طبقتين، يبقى ده ال primary barrier لزون A. زي ما احنا قلنا كده كل زون محتاجة اتنين، ده هيبقى السكندري بارير الحاجز الثانوي الثاني لزون A. كده يبقى أنا زون A دي بالنسبة لي تم عزلها تماما. طب وزون B زي ما احنا قلنا ده يمكن اعتباره أو هو يعمل ك primary barrier لزون B،
فمحتاج احط تاني برايمري سكندري باري لزومبي، يبقى زومبي كده معزوله بعدد 2 باري، يتحقق فيهم كل الريكويرمنتس من حيث اللينس، من حيث الطول، ومن حيث الموقع، ومن حيث جوده الماتيريال و الاسمنت السيمنت في الانلس. هنا قلنا مينيمم 150 جرام اوف جود سيمنت. الحاله دي حاله مثلا سايت تراك. السايت تراك ده بنعمله في حالات كتير، لو انا عندي مشكله حفر ما عدتش قادر اكمل حفر، هنا حصل لي ستاك وما عدتش قادر اكمل، او انا الريزرفوار ده كان المفروض، او اتخذ قرار من فريق الخزانات قالوا لا احنا عايزين نزود الكونتاكت بتاع الهول دي مع الريزرفوار عشان انتج اكتر، او ازود الافشنسي بتاع الهول البرودكشن افشنسي، فبدل ما ادخل فيرتيكال كده لا يا جماعه خلونا احنا خلونا نقفل الهول دي ونعمل هول ثانيه ديفييتد عشان ازود الكونتاكت بتاع الريزرفوار مع البير فالانتاج يكون اكبر. لاي سبب ما عندي سايد تراك. السايد تراك لو انا بعمل بي اند اي لبير في سايد تراك، لازم كل هول كل هول من دي تتعامل كطبقه حامله منفرده او كطبقه فيها احتماليه فلو منفرده. يعني ايه؟ يعني حط بلوج هنا دي برايمري او حاجز مبدئي للمين ريزرفوار، قلنا لازم 2 باريرز مينيمم، يبقى انا هحط هنا السكندري لزون A، او اسف للسايد تراك هول، احنا قلنا كل هول هنعملها منفصله. طيب السايد تراك بحط بلوج هنا دي تعتبر البرايمري للبيرنت هول او للهول الاساسيه، ودي تعتبر سكندري، دي برايمري، دي البرايمري بتاعتها وده السكندري بتاعها، ان يعني ده برضو عامله لي عزل لنفس الهول. طيب الكيس ده هو ريكويرمنت زي ما احنا قلنا ان الكيسنج السيمنت ورا الكيسنج لازم يكون فيه جود سيمنت ولينث معين. ليه بعمل كده او باخد بالي من كده او بتاكد من وجود اسمنت ورا الكيسنج؟ لان الكيسنج لا تمنع الفلو في هذا الاتجاه، يعني الكيسنج بس بتمنع لي ان الفلو ده ما يجيش كده، ولو حصل لها اي مشكله لان دي حديد حصل لها كروجن بعد الانتاج الطويل، لو مفيش هنا جود سيمنت يبقى البلاج اللي انا حاططها هنا زي عدم. يعني تخيل انا حاطط هنا بلاج والكيسنج هنا حصل لها تاكل لاي سبب ومفيش اسمنت جود سيمنت بيهايند الكيسنج، فالفلو طلع كده، انا مفكر ان انا عامل جود بارير، الهيدروكربون هيطلع من هنا طبعا مفيش جود سيمنت، هيطلع للسيرفس او يطلع الفورميشن الكيسنج اللي فوقيها ويكسر الفورميشن ويطلع للسيرفس. فالاسمنت بيهايند الكيسنج مهم جدا، جزء لا يتجزا ولا يمكن التغاضي عنه ولا اهماله من تكوين البارير بتاعه. لازم يكون في زي ما احنا قلنا ادكويت انلس بارير، اسمنت كويس زي ما احنا شايفين دلوقتي، مثلا هنا مفيش اسمنت اصلا، incompetent cement cheese، مفيش اسمنت ده منه للفورميشن كده، يعني ده مش معزول اصلا. عشان كده زي ما احنا قلنا زي ما شرحت في الاول، لازم ناخد بالنا من الكواليتي واللينس ريكويرمنتس بتاع الاسمنت بتاعت الكيس. ايه هو احنا قلنا قبل كده بس نقوله دلوقتي بجزء من التفصيل، الطول بتاع الاسمنت
behind the casing يبقى 150، قلنا 150 good cement ده في حالة انه logged، يعني عندي log وباين على اللوج ان انا عندي 150 ادم جود سيمنت. طب لو ما عنديش لوج لاي سبب، مش دايما بناخد لوجز في كل الكيسنج سيكشن، يبقى 500 ادم من الكالكوليتد او الاستيميتد توب اوف سيمنت. انا بعرف التوب اوف سيمنت ممكن اعرفه باللوج، ممكن اعمله استيميشن بالفوليوم كالكوليشن او بالفاينل بامبنج بريشر باي طريقه عموما غير اللوج، يبقى انا محتاج 500 ادم استيميتد، 500 ادم من الكيسنج بيهايند الايمنت بيهايند الكيس. يبقى ده المينيمم ريكويرمنت للاسمنت. لو عندي لوج يبقى 150 ادم، لو ما عنديش لوج وهعتمد على طرق اخرى للتاكد من طول الاسمنت في الانلس، فمحتاج يكون 500 ادم. طيب لو عندي تو فورميشن زي دول كده بس هما فيهم نفس البريشر بالظبط، يعني هما يعتبروا كونكتد، هما بعتبرهم بادي واحد، بعتبرهم فورميشن واحده، مش لازم احط بينهم فرق. لكن لو هما فيهم تو بريشر بروفايلز، البريشر هنا غير البريشر هنا، فلازم اعزلهم. ليه لازم اعزلهم؟ عشان امنع الانتر كونكتد فلو. يبقى لو هما نفس البريشر فما بحطش، مش لازم احط ده بارير هنا، وبحط التو باريرز اباف اللاينر. لو وطبعا ده هيوفر لي وان بلاج، لو انا عزلت بينهم هيبقى هنا بلاج، ده البرايمري للزون دي وده السكندري للزون دي، وده يعتبر برضو برايمري للزون دي وسكندري للزون دي، فهحط هتكلف بلاج ثاني بدون داعي لان هما نفس البريشر. دي حاله من الحالات. فاحنا قلنا لو verified by log يبقى انا محتاج 150 ادم بس يبقى اسمنت behind the casing، لو مش verified يبقى انا محتاج 500 ادم. لحد هنا في اسئله؟ ممكن ناخد اسئله لحد هنا. يعني احنا اتكلمنا كتير، اظن في ناس هيكون عندها اسئله. ممكن احنا بقى لنا بس وان سلايد في الفيريفيكيشن، انا حبيت اخليها لايت لان ده تعتبر انترو بالنسبه لكم، اول مره تسمعوا عن البي ان بي جايد لاينز وريكويرمنتس، ونسيب وقت اكتر نتكلم فيه. ممكن نتكلم في اي حاجه ثانيه، بنعمل الريميديال ورك ازاي، بنقص بنقطع الويل هيد ازاي، بنبلان ازاي، يعني في روم نتكلم في الكلام ده كله. فنقف هنا وناخد اسئله على اللي فات، وبعدين ناخد السلايد، هو سلايد مهم جدا اللي جاي، وبعدين نتكلم بشكل عام بقى عن الأسئلة عموما عن الموضوع. أنا مش عارف هل حضراتكم هتسمحوا بالأسئلة صوتي ولا يكتبوها في الشات وحضرتك تقولها زي ما حضراتكم زي ما يعني السيستم بتاعكم. أنا ما عنديش فيه أي مشكلة. عفوا استاذ، ما انا في البرزنتيشن ديزاين لا لو ايه ملف البرزنتيشن راح ديزاين لمو هديكم حاجه احسن من البرزنتيشن اللي هي زي ريفرنس، يعني هيكون فيها كل حاجه واكتر. ويعني استاذنك تشير اللينكد ان اكونت بتاعي مع الحضور لو عايزين اي اسئله بعد ما يقراوا في الريفرنس، ابعتوا لي في اي وقت. بس خلونا ناخد السلايد وبعدين ناخد الاسئله. خلونا نخلص السلايد ده وبعدين نفتح المجال للاسئله. ايه رايك؟ خلونا ناخد الفيريفيكيشن وبعدين ناخد بعدين الرساله. طيب احنا قلنا لحد دلوقتي، قلنا العدد المطلوب ايه، مكانه ايه، الماتيريال بتاعه تكون عامله ازاي، الطول سواء في البلاجة او في السيمنت بيهايند الكيسنج لازم يكون ايه. طيب اني اقول عندي اسمنت او بلاجة اسمنت جيدة،
لازم اعملها فيريفيكيشن، لازم اعملها عمليه تاكيد، لازم اعملها كواليتي كنترول، لازم اتاكد ان هي جيده. طيب يبقى عندي حاجتين، بتاكد من البوزيشن بتاعها، هل هي موجوده في المكان اللي انا عاوز احطها فيه ولا لا، وهل هي قادره على انها تعمل لي سيلينج، تعمل لي عزل ولا لا. طيب بعمل عندي كذا حاله، في الكيسد هول، في الحاله اللي انا فيها كيسنج عندي حاجتين، عندي الاسمنت اللي جوه الكيسنج والاسمنت اللي ورا الكيسنج. طيب الاسمنت اللي جوه الكيسنج بتاكد من مكانه عن طريق التاج. تاجنج يعني ايه؟ بنزل، خلونا اغير اللون، بحط ال عندي الهول اهي، بعمل البالانس بلوك بتاعتي بضخها في مكانها واطلع منها واسيبها ويت اون سيمنت لحد ثيوريتيكلي ان هي جمدت، عندها يعني حصل لها ديفولوبد ان اديكويت سترينس ان انا اقدر اتاج عليها. وبعدين اقوم نازل عليها بالماسوره تاني، بالمواسير تاني، بالدريل بايب تاني، متاكد ان هي في مكانها. لو هي مشفته طالعه او نازله يبقى ابقى عارف هي فين طالعه او نازله، يبقى البوزيشن بتاعها اتاكد من مكانه بالتاج، بعدين انزل بالدريل بايب اتاج عليها 10,000 كيلو باوند، 5,000 كيلو باوند depends on the regulation، بس 10,000 يبقى كويس، ده rule of thumb يعني. يبقى 10,000 كيلو باوند اتاج، يبقى هي في مكانها. طيب عشان اعرف هي عامله سيلينج ولا لا في حاله الكيس بهول، بعمل pressure test. pressure test بيبقى 500 بي اس اي، مش عايز اكتر من كده. اعمل pressure test عليها، ارفع البريشر هنا واشوف، واقعد 10 دقائق ربع ساعه as per the company regulation او procedures، واتاكد ان مفيش بريشر بينزل، فكده يبقى هي في مكانها وعامله سيلينج مع الكيس. دي في حاله الكيس دو هول. طيب لو عندي كيس دو هول بس انا منزل بريدج بلوج تحت السيمنت بلوج، احنا قلنا البريدج بلوج او اي بلوج فيها رابر لا تعتبر بارير، انا بس منزلها هنا عشان تشيل لي السيمنت بلوج. فالبوزيشن بتاعها يا اما بتاج الميكانيكال بلوج وانا كده كده عارف، طالما هي في مكانها معمول لها بريشر تيست، يبقى كل اللي هحطه فوقيها هيفضل فوقيها، مش هيروح في حته لان انا عامل تيستنج لده، فكده مش محتاج اتاج تاني. لو عامل لها تاج انا حاططها في مكانها فانا متاكد، فيا اما هتاج الاسمنت بس مش مطلوب ان انا اتاج الاسمنت، او بس اميجر الفوليوم، انا عارف دي فين وعارف انا حطيت كام برميل اسمنت، فاعمل عمليه حسابيه اعرف التوب اوف سيمنت فين. طيب اعرف ان هي عامله سيلينج ازاي؟ يا اما اعمل بريشر تيست زي الحاله الاولى، يا اما لو انا عامل بريشر تيست للميكانيكال بلوج اللي هي تحتها دي، فهيكون لا داعي ان اعيد البريشر تيست لان كده كده دي عامله سيلينج. يعني انا نزلت الميكانيكال بلوج دي عملت لها بريشر تيست، مش محتاج تاني لما احط الاسمنت اعمل له بريشر تيست لانه هيكون بلا معنى، لان دي كده كده عامله بريشر هولدنج، عامله جود سيل. طيب ده الاسمنت اللي جوه الكيسنج. الاسمنت اللي بره الكيسنج بالنسبه اللي ما قلناش الاوبن هول، الاوبن هول بعمل بتاكد من البوزيشن باني بعمل تاج بس ما بعملش بريشر تيست لان هي اوبن هول، هعمل فراك للفورميشن لو انا عملت بريشر تيست. الاسمنت بيهايند الكيسنج بتاكد من البوزيشن بتاعه ازاي، ان يبقى عندي جود سيمنت بوند
بالبوند لوج. لو احنا قلنا لازم 150 قدم جود سيمنت لوجد، لو انا عندي لوج، لو ما عنديش لوج يبقى 500 قدم لو انا بعتمد على طريقه حسابيه سواء الفوليوم او الديفرنشال بريشر اللي هو الفاينل بامبنج بريشر بيتوافق مع حساباتي، فانا بتوقع ان التوب اوف سيمنت في المكان الفلاني، فانا محتاج 500 قدم في الحاله دي لو انا ما عنديش لوج. طب بتاكد من جوده السيل ازاي؟ ان هي هو موجود، بس هل هو كويس ولا مش كويس ازاي؟ يا اما باللوج بالبوند لوج او الفوليوم لوج سي بي ال او في دي ال، او ومع ذلك غياب اي حاجه اي مشكله ممكن تدل على ان انا عندي لوسز مثلا. يعني لو عندي لوسز معناها ان ما عنديش جود سيمنت بيهايند الكيسنج، او ما اقدرش اقول ان عندي جود سيمنت بيهايند الكيسنج. الدلالات الفنيه الاخرى في الاوبريشن ان يبقى عندي جود سنتراليزيشن، ما عنديش ووش اوت، مع كل الحاجات دي بنسميها سبجكتيف، يعني تحت الحكم الفني انت بتقول دي اتس ا جود اوبريشن او لا. بس طبعا انا عندي كده كده اللوج هو الاساسي لان افيرفاي الاسمنت بيهايند ذا كود. الاوبن هول ما بقدرش، ما يبقاش عندي اصلا اسمنت، ما عنديش كيس، فده نقص كده. عرفنا اللي احنا خدناه في المحاضرة السريعة دي، عرفنا الابوندمنت فيزز والفرق بين البيرمننت والتمبراري، وقلنا ان ممكن تيجي تقول لحد كده يختلف معاك، فنبقى فليكسبل، ممكن شركة او حكومة ليها تعريف مختلف ولكن الكونسبت واحد. requirements للpermanent barrier عرفنا الـ minimum number required، الـ material requirements فيها ايه، عرفنا الـ position الصحيح، المكان الصحيح، الـ depth الصحيح اللي اتحط فيها الـ barriers ده، وعرفنا الـ minimum length requirements اللي اتحط فيها، عرفنا الفرق بين open hole والـ test hole requirements، وعرفنا how to verify كيف تتأكد من جودة الـ barriers بتاعك. انا كده تمام. طبعا اللوجو بتاع ايجاز ده ريليفنت، يعني طبعا بفتخر ان انا كنت شغال مع ايجاز. بس دلوقتي نفتح الوقت الاسئله. لو في حد عنده سؤال حضرتك تشوف حضرتك محتاج انا اقرا على طول السؤال، او هو يفتح المايك ويساله، حضرتك شوف ايه النظام بتاعك، يعني انا ما عنديش مشكله في اي نظام. شكرا لك. عفوا. لو في يعني محتاجين اعيد حته معينه كنت بتكلم بشكل سريع فيها، محتاجين حاجه مش واضحه، تعديل جذري في المحاضره، لا كان وقتها قليل، كان وقتها كتير، كان محتاجين تفاصيل، لا معقده اكتر، لا يعني ادوني فيدباك عموما لو مفيش اي اسئله محدده. طبعا استاذ اشكرك على المحاضره. شكرا جزيلا. معاكم بس السؤال على البريشر تيست بالكيس تول سيمنت، البريشر تيست يكون بواسطة المد ويت؟ لا، البريشر تيست انت بتعمل بريشر تيست ازاي؟ خليني اشير السكرين تاني عشان اعرف اكتب. انت بتعمل بريشر تيست ازاي؟ بتيجي تقفل
بيكون عندك string في البير اللي هو الدريل string بتاعك، تيجي تقفل ال POP رامة من الرامات ومقفلها كده، وهنفترض هنا انت بتعمل pressure test من البامب بتاعتك مش من السيمنت بامب. فببساطة جدا هتضخ بريشر وتشوف البريشر اللي انت التارجت بريشر بتاعك، هنقول مثلا 500 ألف أيا ما يكون، حط 500 بتوع البير طبعا مليان مليان مض، حط 500 دي السايد بتوعك هنا وتراقبهم وتقفل البامب وتراقبهم 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة زي ما ريجيليشن تقول. لو فضلوا 500 يبقى البريشر تيست مقبول، لو قالوا يبقى انت عندك failed plug محتاج تعيد البلاج تاني. لو هي out of the acceptance margin بتاعك، لو هي لو الرينج اللي بي لو معدل النقص في البريشر بيعتبر بالنسبه لك غير مقبول فبتعيد البلاج تاني، يبقى هي كده بلاج فاشله او لم تهتز بالخطوات. تمام استاذ، مشكور واشكرك على المحاضره مره ثانيه. اي حد عنده اسئله ريكومنديشنز تعديل محتاج يعني ادوني فيدباك عشان يعني ان شاء الله لو ادينا المحاضره دي لحد تاني تكون احسن او نحاول نحسنها لو فيها حاجه يعني محتاجه تتحسن بشكل جذري. تمام، شكرا جزيلا استاذ محمود، شرفني حضورك معنا. العفو العفو، نشكر وقتك طبعا وجهدك، المحاضرة كانت جدا رائعة ومميزة وفيها كثير معلومات مهمة ومفيدة، إن شاء الله نلتقي محاضرات قادمة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك ونشوفكم على خير ان شاء حفظك الله. الله، أهلا وسهلا.